السلام عليكم، شلون الشباب؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم راح نحكي بيه على القمصان الهذا، القمصان العريضه او القمصان الواسعه، لانه فيديو من الفيديوهات وعدتكم انه نحكي بهذا الستايل. هذا الستايل هواي منتشر هذا السنه، فاليوم راح نتطرق له. وكل معتاد قبل نبلش بالفيديو تابعوا حسابي على الانستغرام، وهسه خلينا نبلش بالفيديو. كلنا نعرف انه كل موسم او كل فصل او كل سنه يطلع ستايل معين. هذا السنه طلع ستايل القمصان العريضه اللي هو يسموه ستريت ستايل. ستريت ستايل لك حريه تلبس اي شيء يعجبك ضمن الاطار او ضمن الاسس المعروفه. على سبيل المثال مثل ما ذكرت لكم القمصان الهاف، القمصان الهاف تكون قمصان عريضه. شلون هي؟ طبعا ما تجي قمصان يعني قياس عريض، لا، هو الفكره من الموضوع انه انت على سبيل المثال اذا تلبس لارج فالمفروض تلبس اكس اكس لارج او 3 اكسات حسب جسمك، حسب اذا كان عندك كتف او جسمك معضل، فهذا العمليه راح تخدمك. الفكره من الموضوع انه هذا القمصان حتكون واسعه، بالاضافه انه لازم تعرفون انه نوعيه البناطير اللي تلبس فيها هذا القمصان هي نوعيتين. النوع الاول هي البناطير الجينز بكل اشكالها، والنوع الثاني البناطير الكتان كذلك بكل اشكالها. راح نجرب سوى هذا القمصان، وراح نتعرف سوى هذا القمصان، وراح نتعلم مجموعه ستايل من الممكن ان تفيدكم بفصل الشتاء. على سبيل المثال عندنا هذا القميص، وطبعا بالمناسبه انه هذا الموسم انه قماش الكاروهات، اقصد الكاروهات اللي تكون مربعات يسموها كاروهات، اللي ما يعرف شنو معنى كاروهات. فهذا اول قميص عندنا، طبعا هذا حجمه 3 اكسات، يكون 3 اكسات، ويكون قماشه صوف، يعني الشرط لازم يكون قماشه صوف، لانه نعرف انه فصل الشتاء يحتاج ملابس تخينه، فمن الشروط انه يكون قماشه صوف. خلينا نجرب القميص الاول ونشوفه. طبعا انا لابس جوه تيشيرت، فانتم ماكم علاقه بالتيشيرت، مجرد اشوفكم حجم القميص حيكون واسع بهذا الشكل تتباعون. وصورت به فيديو من الفيديوهات، لو تلاحظون انه القميص واسع، تنكف الاكمام بهذا الشكل. اذا تحبون تلبسون تيشيرت تناسقون عمليه تنسيق الالوان ما بين القميص وما بين التيشيرت، تقدرون تلبسون جوه تيشيرت، واذا ما تحبون حيكون واحده. وخصوصا البنطلون، هنا لابس بنطلون اسود، تقدرون تلبسون بنطلون اسود، تقدرون تلبسون بنطلون رصاصي، بنطلون جوزي، اي لون من الالوان، بشرط انه يكون جينز مثل ما ذكرت لكم. وبخصوص الحذاء لابس ترانشوز ابيض خالي من العلامات، تقدرون تلبسون ترانشوز، تقدرون تلبسون بوت. هذا النوع من الأحذية إذا توفرت بهذا اللبسة أنا أضمن لكم إنه لبسه فول ستايل، يعني تقدر تلبسون الترانشوز الأبيض وتقدرون تلبسون البوت الجلد سواء كان جوزي أو رصاصي أو باقي الألوان. هذا أول قميص بالمجموعة، وراح نتطرق للقمصان الباقي. الستايل الثاني نفس العملية، القميص صوف طبعاً، وهنا القميص لون سادة مثل ما تشوفون، لبسته بهذا الشكل. كذلك القميص لو تلاحظون إنه عريض عليه، قميص واسع عليه. وبخصوص البنطلون لابس بنطلون جينز، المشكله انه العدسه انا دائما اصور به هي عدسه قريبه عليه، ما اقدر اطلع لكم كل الستايل. هذا المشكله اللي نواجهها، انا ادري دائما تسالوني ليش احمد ما طالع الحذاء وليش ما طالع البنطلون، فان شاء الله باقرب فرصه اجيب عدسه ثانيه واقدر اطلع لكم الستايل الكامل. هنا لابس انا كذلك بنطلون جينز عادي لونه ازرق ويا هذا الستايل، بالاضافه يكون بوت لونه جوزي، حيكون ستايل جدا ممتاز. واذا كان الجو بارد فاكيد تقدرون تضيفون الهاينك، الهاينك هنا لابس انا هاينك جوزي فوق القميص اللي كنت لابسه قبل شويه، فصار عندنا ستايلين بقميص واحد، هاينك وبخصوص الايد تكون مكفوف بهذا الشكل. هو هذا ستيت ستايل، الستيت ستايل لك مطلق الحريه باللبس. هسه مثل ما تشوفون انه البلوز طالع والقميص مكفوف وطالع ستايل بهذا الشكل. بخصوص البنطلون ذكرت لكم انه هو جينز ولبست وياه بوت. اما بخصوص انه القميص يطلع برا او يطب جوا، هذا السؤال متاكد راح نساله. وبشروط هذا الستايل لازم القميص يكون للخارج، حتى ما تكون هذه المنطقه هنا مخربطه، فمن المفروض انه القميص يكون للخارج. هذا الستايل الثاني بهذه المجموعه. هذا القميص مثل ما تشوفون واسع ومبين عليه واسع، كفيت الاكمام على طول بهذا الشكل وبكل بساطه. لبسته ويا جينز، جينز لون ازرق، ولبست ويا ترانشوز ابيض او بوت اسود، حتكون لبسه ستايل مميزه. ومثل ما ذكرت لكم لو تلاحظون كلها كاروهات وعريض، ويكون خامه القميص ثخينه صوف مثل ما تشوفون، خامه صوف. هذا الستايل ما بأي تكلفه مثل ما تشوفون، مجرد قميص يكون هاف، بالاضافه للبنطلون، بالاضافه للحذاء سواء سبورت او رسمي، لكم مطلق الحريه بالاختيار. وبالتاكيد اذا تحبون تضيفون اضافه راح تقدرون تلبسون جوه تيشيرت نص جوه القميص فوق القميص، حيكون عندك ستايلين بهذا القميص، قميص وحده او قميص جوه تيشيرت. الستايل الاخير كالمعتاد ما بي اي تغيير، مجرد غيرت اللون، كذلك كاروهات ويكون صوف، كفته بهذا الشكل. عندي ستايل احب انوع اكثر، راح اضيف له هاينك اصفر. انا ضفت الهاينك الاصفر مثل ما تشوفون، نسقت ما بين الاصفر والازرق، واكيد تعرفون انتم تنسيق الالوان شرح لكم اياه اكثر من مره بالقناه. نقدر نكف الردن بهذا الشكل، واكيد القميص حيكون مفتوح، صار عندنا اكثر من ستايل. بخصوص البنطلون انا لبست بنطلون اسود ولبست بوت اسود، صار ستايل جدا مميز، تقدرون تلبسون بالشارع، تقدرون تلبسون بالمولات، تقدرون تلبسون باي مشوار عندكم. صارت عندنا مجموعه ستايلات مثل ما شوفتكم. هذا القمصان، قمصان الصوف الهاف، هذا ستايل هذا السنه،
على الاقل لازم يكون عندك قميص حتى تقدر تنوع بستايلك، وعلى الاقل لازم يكون عندك هاينك او هاينكين لون اسود واللون الثاني اللي تحبه انت حتى تقدر تنوع بالستايلات مثل ما نوعت لكم اني. اما بخصوص البنطلون تقدر تعتمد على بنطلون اسود او بنطلون جينز ازرق، بخصوص الاحذيه تقدر تعتمد على الحذاء الابيض او البوت الجوزي او الاسود او باقي الالوان. هذه استايلات بسيطه لبدايه موسم فصل الشتاء، لانه هواي قرات بالتعليقات تريدون استايلات ومجموعه استايلات، فحاولت اسوي لكم استايلات سريعه. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو اليوم. لا تنسون الاشتراك بالقناه اذا مشتركين، وفعلوا زر التنبيه حتى يصلكم كل جديد اول باول. تحياتي لكم.